نروح لرحلة عبر مركز أو إلى مركز الأرض، لأن ده شعار الفاعلية اللي نظمت، فاعلية علوم نظمت في مكتبة الإسكندرية، وكانت في الحياة بمشاركة 80 مدرسة وأكثر من 3500 طالب. الأحلى من كده المكان اللي انعقدت فيه الفعالية، وكانت بداخل مكتبة الأسكندرية، مش بس داخل المكتبة لكن كمان في مركز القبة السماوية، وده مبهر جدا للي هو ما زارهوش، ان هو بيحس ان هو في كوكب مختلف وفي عروض بتقنيات عالية جدا. مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بيتم فيه هذا العام 17 فعالية على التوالي، دي الفعالية 17. خلونا نتعرف على تفاصيلها مع المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني رحلة إلى مركز الأرض، عاوزين نعرف الهدف منها، أو إزاي من خلال هذه الفعالية بيتم تعليم أبنائنا يعني كل العلوم اللي موجودة في مركز الأرض تحديدا. هي السنة دي القبة بتنظم احتفالية العلوم للسنة 17 زي ما حضراتكم قلتم، وإحنا كل سنة بيبقى فيه عنوان للاحتفالية، بتتكلم في عنوان معين، بنتناول منه ورش عمل، بنتناول عروض علمية، عروض مسرحية، عشان نوصل الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها أو الكونسبت العلمي اللي احنا عايزين نوصله للأطفال وللشباب وللنشأ وللمجتمع عامة من خلال هذه الفعاليات. السنة دي الموضوع هو رحلة إلى داخل الأرض، وكان هدفنا إن احنا نعرف الناس أكتر عن جيولوجية الأرض وعن الجيولوجيا عامة، وإيه الحيوانات أو اللي انقرضت والفصل بتاعتها أو الحاجات اللي بيلاقوها في الارض، ومن الفصل دي ان هو يقدر يعرف عمر الحيوان ده قد ايه وفصيلته ايه وكانت موجوده فين. الحقيقه الحاجات دي ما مش كتير من الناس بتتناولها، واحنا شايفين انها مهمه جدا، فقررنا السنه دي ان احنا يعني نتكلم في الموضوع ده، فلقينا فيه اقبال جامد جدا من الاطفال، خصوصا ان هو الموضوع فيه لا في اطفال كتير بتحب الديناصورات مثلا، بس مش عارفه ايه هي مثلا الديناصورات كانت فين، انواعها ايه، التاريخ والحقبه الزمنيه بتاعتها، الاناتومي بتاعتها عامله ازاي. فالكلام ده كله تناولناه من خلال ورش العمل اللي موجوده والعروض العلميه والعروض التفاعليه مع الاطفال. واحنا بنستقبل الاطفال من سن 4 سنوات في كل انشطه المركز، فاحنا كنا حاسين ان ممكن يكون الثيم ده او الموضوع ده شويه معقد بالنسبه للاطفال، لكن الحقيقه ردود الافعال اللي لقيناها كانت مبهره والاطفال اتبسطوا. اكيد طرق العرض فيها يعني اجماع او تجميع كبيره قوي لعرض بصري وسمعي وفي نوع من الابهار، لكن كمان كلمينا يا دكتوره هناء عن ذوي الهمم، لأن مش بس الفعالية بتقتصر على الطلاب من المدارس العادية، لكن كمان ذوي الهمم بيتم تقديم الخدمات ليهم في الفعالية بشكل خاص. طبعا احنا عندنا في مكتبة الإسكندرية قسم خاص لذوي الهمم، ده بيتارجت ذوي الهمم بكل أنشطة المكتبة. والحقيقة السنة دي هم كل سنة بيبقوا معانا في مكتبة العلوم، السنة دي برضو عملوا اكتيفيتيز كتير ليها علاقه بالثيم الكبير او بالموضوع الكبير بتاعنا، وكان عندنا عدد كبير جدا من الزوار جم زارونا، وكمان العارضين اللي بيبقوا موجودين في الاكشاك او البوسس اللي مخصصه لذوي الهمم برضو بيبقوا من ذوي الهمم. فدي حقيقه كانت حاجه جميله جدا، وهم كانوا طالعين مبسوطين وفاهمين، يعني طبعا لازم نجيب ناس متخصصه تتعامل معاهم مش اي حد طبعا، بس فعلا كانت ناجحه جدا وجعت بس في تفاعليه بالظبط بالظبط. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف بقى مده الفعاليه قد ايه، ايه المده اللي يعني هتستمر فيها عرض رحله الى مركز الارض تحديدا، ونتكلم كمان على عدد المشاركات. هي كانت على يومين، يوم 20 و21 سبتمبر. جانا في خلال اليومين حوالي 5200 زائر، ده اكتر من المتوقع، احنا كان عندنا 3 فترات، اول فتره اللي هي من 10 ل 12 مخصصه للمدارس والمجموعات فقط، ومن 12 ل 2 ومن 2 ل 4 للعائلات وللافراد، فجانا حوالي 5200 زائر، 80 مدرسه و 3500 طالب. نعم. المدارس بيتم دعواتها من حضراتكم، ولا أي حد كان راغب في المشاركة بيقدر اللي هو يجي ويشارك؟
احنا كنا عاملين طبعا بنبعت دعوات للمدرسه وعاملين كل الاعلانات على كل منصات السوشيال ميديا والويب سايت بتاع القبه، وبيبقى بيتم الاشتراك من خلال رابط الناس تدخل عليه او لينك تدخل عليه وانها بتعمل تسجيل. هي طبعا الحدث مجاني من غير اي اشتراك، بس هو المجرد بنبقى عايزين نعرف العدد اللي جاي قد ايه، عشان في ماتيريالز وفي يعني في نقطه تنظيميه بنبقى حابين يبقى في تسجيل مسبق اساس احنا بقى عارفين العدد اللي جاي قد ايه. بس هو حدث مجاني واي حد كان ممكن بسهوله يدخل يشترك ويجي. وبما ان المدارس مش كلها برضو بدات دراسه، بس المدارس اللي بدات والمجموعات الكشافيه والمجموعات من كنائس مختلفه ومن مناطق مختلفه جم اللي هي في الفتره الصباحيه، والفتره المسائيه كانت للاهالي وللافراد. طيب ازاي يا دكتوره هناء بتقدروا تعرفوا تاثير الفعاليه او اثرها على الطلبه؟ يعني مثلا هل في نوع من المسابقات، اسئله بسيطه للي شافوه في العروض؟ ازاي بنقدر نعرف مدى الاستجابه او الادراك للي تم عرضه؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي، بعد كل ورشه عمل او بعد كل عرض بيبقى في نوع كده من انواع الانتر اكشن او التواصل مع الشخص اللي واقف بيعمل العرض او بيعمل الورشه مع الاطفال. بيبقى مثلا في مسابقات، بيبقى في اسئله، وفي الاخر بياخدوا هدايا بسيطه. بعد شويه بيتوزع عليهم هم خارجين سيرفي او استفاء، يعني حد صحيفه البيانات يعني بتجمع البيانات الخاصه بيهم او ردود فعلهم، ردود افعالهم من بالظبط. لو هم اطفال مثلا صغيرين بيبقى السوبرفايزر بتاعهم او المدرس بتاعهم بيسالهم وبيملوا زي استفاء كده بيانات، بنعرف طبعا منه رد الناس، والناس الكبيره تقدر تملاه لوحدها. طبعا ده مهم بالنسبه لنا جدا، اراء الناس مهمه جدا ومشاركتهم معانا واقتراحاتهم. احنا بقى لنا 20 سنه بنقدم نفس المحتوى، بس طبعا راي الناس لان هم دول الناس المعنيين بالنسبه لنا، فرد فعلهم وارائهم دي مهمه جدا بالنسبه لنا. اكيد طبعا، لان يعني يمكن احنا يبقى عندنا ردود بتضيفوا بيها جديد او بتعدلوا بيها نوع العرض القادم في دوره قادمه. مثلا احنا عندنا العرض القادم احتفالية اخرى في شهر 11 ان شاء الله، ودي مخصصة للبيئة فقط. كل الانشطة هتبقى توعوية في مجال البيئة ومجال الكلايمت تشينج او التغير المناخي، ودي بتبقى برضو نفس الفئة العمرية اللي احنا بنتارجتها، فدي هتبقى في شهر 11 وهيتم الاعلان عنها ان شاء الله، وباذن الله يبقى برضو ايفنت ناجح. نعم. طيب دكتور مهندسة هناء حسني، عاوزين نعرف برضو من حضرتك، لان احنا بنتكلم هنا عن فعاليات بتقام داخل مكتبة الاسكندرية، وزي ما احنا عارفين مكتبة الاسكندرية هي منارة من منارات العلم والعلوم والمعرفة. الفعاليات القادمة هتكون معنية فقط بالتغيرات المناخية ولا في مستهدفات اخرى خلال الفترة القادمة؟ لا، هو الايفنت اللي قادم اللي هو في شهر 11 ده بس عن البيئة والتوعية البيئية، وده بالتزامن مع مؤتمر المناخ اللي هيعقد، المفروض هيكون موجود في الإمارات. لا، ده موجود في مكتبة اسكندرية. لا، أنا بتكلم إن هو هيكون في شهر 11 تزامنا مع انعقاد مؤتمر أو قمة المناخ 28 اللي هتسلمها مصر للإمارات. بالظبط كده، بالظبط. نعم. وتواكب في نفس الوقت. أنا بشكرك جزيل الشكر المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الاسكندرية.